نتكلم هنا على عدة موضوعات. الموضوع الأول، إيه المراحل اللي تمر بها الاقتصاد المصري وأداء كل مرحلة، بداية من التخطيط المركزي أو الستينيات، وبعدين مرحلة الحروب، وبعدين مرحلة تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وبعدين العودة للتخطيط، وفي الآخر منطقة أو مرحلة الإصلاح الاقتصادي. الجزء الثاني بنتكلم على السياسات الاقتصادية من حيث المفهوم والأنواع، سواء سياسة اقتصادية مالية أو سياسة اقتصادية نقدية. الجزء الثالث بنتكلم على الأثر الناتج عن أدوات السياسة الاقتصادية على جانبي السوق والمستهلك والمنتج من حيث الدعم والضريبة. الجزء الرابع بنتكلم على مفهوم التضخم وأسباب الصورة عامة والتضخم في مصر وعلاجه. آخر حاجة بنتكلم فيها على هجرة دوافع هجرة العمالة المصرية للمنطقة العربية، وأهم الآثار الاقتصادية وكيفية أو أسباب عودة هذه العمالة لمصر.